فرنسا تشدد على ضرورة وقف الحوثيين التصعيد العسكري بمأرب والانخراط في المفاوضات الأممية. مركز دراسات أمريكي يقول إن الاتفاق الإيراني السعودي لن يمثل حلا للحرب في اليمن. ميليشيا الحوثي في إب تختطف عشرات الشباب بتهمة ترديد هتافات مناهضة أثناء تشييع جثمان المكحل. اليونيسف تحذر من مخاطر إصابة ملايين الأطفال في اليمن بسوء التغذية وتدعو إلى تحرك عاجل لإنقاذهم. أهلا بكم إلى نشرة أخبار الخامسة، معكم أنا شادي نجيب وأنا أمل علي. شددت فرنسا على ضرورة وقف ميليشيا الحوثي التصعيد العسكري في مأرب والدخول في مفاوضات بحسن نية مع الحكومة برعاية الأمم المتحدة. وذكرت السفارة الفرنسية أن سفيرها جان ميري صفا أجرى مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي حول القضايا الاقتصادية والسياسية وخاصة بعد اتفاق تبادل الأسرى. وعبرت فرنسا عن قلقها بشأن الأوضاع في مأرب بسبب هجمات الحوثيين على مديرية حريب، وقالت إنه يجب على الحوثيين نبذ العنف. من جهتها قالت وكالة سبأ الحكومية إن اللقاء تطرق إلى الجهود الإقليمية والدولية لدفع الميليشيا على التعاطي الجاد مع المساعي الرامية لأحياء العمليات السياسية وتخفيف المعاناة الإنسانية. إلى ذلك بحث عضو المجلس الرئاسي اللواء سلطان العرادة مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي، مؤكدا أن استمرار ذلك يهدد بنصف جهود إحياء الهدنة وفرص إحلال السلام. ووفق وكالة سبأ، استعرض العرادة مع السفير الأمريكي استمرار خروقات الميليشيا في مختلف الجبهات وقصفها مؤخرا للمدنيين في مديرية حريب وتعز وتفجيرها لمنازل المواطنين في قرية الزور بمديرية صرواح. شدد العرادة على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغوطات الكافية على ميليشيا الحوثي لإجبارها على تنفيذ التزاماتها السابقة والكف عن أنشطتها الإرهابية. هذا وكانت ميليشيا الحوثي قد كثفت من هجماتها في مديرية حريب جنوبي مأرب في محاولة منها للتقدم نحو مواقع استراتيجية في إطار مساعيها المتعثرة منذ سنوات للسيطرة على المحافظات النفطية. إلى ذلك شددت إيران على ضرورة تطوير حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية في إشارة إلى رفضها المرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الحكومة في أي تسوية للنزاع. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رفض اتهامات مجلس التعاون الخليجي لبلاده بالتدخل في الشؤون اليمنية واستمرار تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي. وعبر عن أماله في أن تلعب الاتفاقية بين طهران والرياض دورا فعالا في زيادة الاستقرار والسلام الإقليمي وتعزيز النهج القائم على الحوار في منطقة الخليج. تنديد دولي بالتصعيد العسكري في اليمن، فالعاصمة الفرنسية عبرت عن قلقها على نتائج الهجمات التي تشن على مديرية حريب بمحافظة مأرب، ودعت الحوثيين إلى وقف تصعيدهم العسكري والدخول في مفاوضات مع الحكومة بحسن نية. أتى ذلك خلال لقاء السفير الفرنسي لدى اليمن برئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي الذي تطرق للجهود الإقليمية والدولية الرامية لبناء تسوية سياسية شاملة في اليمن. العاصمة الأمريكية واشنطن اعتبرت تصعيد الحوثيين مهدداً لنسف جهود إحياء الهدنة وإهداراً لفرص السلام. وفق حديث السفير الأمريكي لدى اليمن لعضو المجلس الرئاسي سلطان العرادة، وقد شدد العرادة على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغوطات كافية على الحوثيين لإجبارهم على تنفيذ التزاماتهم. المواقف الدولية أتت بعد تصعيد ميليشيا الحوثي التي نفذت مناورة عسكرية استعرضت فيها الطائرات المروحية والمسيرة والصواريخ مهددة باستهداف الموانئ اليمنية والخليجية. وتزامنت المناورة العسكرية الحوثية مع الهجمات على مأرب بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. تصعيد الحوثيين العسكري رغم التقارب السعودي الإيراني الذي تم برعاية الصين وبعد اتفاق جنيف لتبادل الأسرى
يعني بالنسبة للمحللين أن الحوثيين يرغبون بفرض رؤيتهم السياسية على مسار المفاوضات القادمة، وهو ما يفسر الخطاب الدبلوماسي لطهران الذي يظهر متناسقاً مع التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي، حيث شددت إيران في آخر تصريحات لها على ضرورة تطوير حل سياسي للأزمة اليمنية، في إشارة لرفض مرجعيات الحل المتفق عليها دولياً. عسكريا، صدت قوات الجيش هجوما شنته ميليشيا الحوثي على مواقعها في مديرية مرخى بمحافظة شبوة. أوضح موقع وزارة الداخلية أن الميليشيا شنت هجوما بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة على مواقع الجيش الوطني والمقاومة في مديرية مرخى المحادية لمحافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأشار إلى أن الهجوم الذي يتزامن مع تصعيد الميليشيا في حريب لم يسفر عن أي خسائر بشرية. أكد مركز دراسة أمريكي أن الاتفاق الإيراني السعودي لن يمثل حلا للحرب في اليمن، حيث أزمة البلاد المعقدة التي تعتمد على توافق الأطراف المحلية على سلام شامل. وقال المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تحليل كتبه نبيل خوري نائب رئيس البعثة بالسفارة الأمريكية في اليمن سابقا، قال إن عملية تحقيق السلام في اليمن أصبحت أكثر تعقيدا مع مرور الوقت منذ بدء الحرب عام 2014. أشار خوري إلى أن الانقسامات الداخلية معقدة بما يكفي تبقى بعيد عن الحل حتى بعد انسحاب محتمل للتحالف. وأكد المركز أن لقاء الرئيس الصيني برئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي يشير إلى اهتمام الصين بجهود السلام في اليمن، وكذلك بالاستثمار في جهود إعادة إعمار اليمن عندما تبدأ. من جهتها، دعت روسيا إلى سرعة تنفيذ الاتفاق الموقع بين الحكومة وميليشيا الحوثي على خطة لتبادل 887 أسيرا ومختطفا. ورحبت السفارة الروسية لدى اليمن بالاتفاق الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة في جنيف، مطالبة أطراف النزاع بتكثيف المفاوضات الرامية لحل قضية المحتجزين وغيرها من القضايا الإنسانية. وأشارت إلى أن التقدم الكبير في ملف الأسرى يسهم في بناء الثقة ويساعد على تهيئة الجو ملائم لإقامة حوار وطني بمشاركة جميع القوى السياسية في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة لتطبيع الوضع بشكل مستدام. هددت ميليشيا الحوثي بطرد البعثة الأممية في محافظة الحديدة احتجاجا على ما قالت إنه احتجاز سفينة حاويات كانت في طريقها إلى ميناء الحديدة. قال القيادي في الميليشيا حسين العز إنهم أمهلوا المبعوث الأممي 72 ساعة لإفراج آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة على سفينة الحاويات لامار، مشيرا إلى أن الميليشيا ستضطر لإشعاره بمغادرة البلاد وتعليق كامل أنشطته حتى إشعار آخر. وزعم أن الآلية الأممية أنشئت لتسهيل دخول السفن وليس لإعاقتها، لافتا إلى أن الكرة الآن في ملعب الأمم المتحدة. هذا وكانت الميليشيا قد أعلنت مطلع الشهر الجاري بدء انتظام دخول السفن التجارية وحاويات البضائع إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها. في موضوع منفصل، كشف تقرير لمنظمة دولية ارتفاع عدد ضحايا الألغام الأرضية والمتفجرات من الأطفال في اليمن إلى 8 أضعاف خلال 5 سنوات وسط استمرار الصراع للعام 9 على التوالي. أوضحت منظمة إنقاذ الطفولة أنه قتل أو جرح طفل واحد في المتوسط كل يومين في اليمن العام الماضي بسبب الألغام الأرضية أو غيرها، مؤكدة أن ذلك أعلى معدل منذ 5 سنوات. وأشارت إلى ارتفاع عدد ضحايا الأطفال جراء الألغام والمتفجرات إلى 199 في عام 2022 مقارنة ب 68 ضحية عام 2018، داعية لاتخاذ إجراءات فورية لحماية الأطفال. وتقول تقارير حقوقية وأممية سابقة إن عدد ضحايا الألغام في اليمن تجاوز 10,000 مدني، أغلبهم من النساء والأطفال، كما أن هناك أكثر من 2 مليون لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي.
في الشأن الصحي، حذرت منظمة اليونيسف من أن ملايين الأطفال باليمن قد يواجهون مخاطر أكبر للإصابة بسوء التغذية حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذهم. أوضحت المنظمة الأممية أن أكثر من 11 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية نتيجة تداعيات 8 سنوات قاسية من النزاع المدمر. وأشارت إلى أن 2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم أكثر من 540 ألف طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم الذي يتهدد حياتهم، لافتة إلى أنه يموت الطفل واحد كل 10 دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها. وقال ممثل اليونيسف في اليمن أن حياة الملايين من الأطفال الضعفاء معرضة للخطر بسبب عواقب الحرب المستمرة. في الشأن الإنساني، دعت السلطات بمحافظة مأرب المنظمات الإنسانية إلى مضاعفة جهودها وتسريع الانتقال إلى المأوى البديل والدائم للنازحين لحمايتهم من أضرار الأمطار والسيول. جاء ذلك خلال لقاء وكيل المحافظة عبد رب مفتاح مع مدير مشروع مؤسسة أمان فلسطين الماليزية محمد فرحان والمنسقة الوطنية لكتلة المأوى مارث كودونكر لبحث التدخلات والمشاريع الإنسانية القادمة في المحافظة. من جانبه، ذكر مدير مشروع مؤسسة أمان الماليزية أنهم سينفذون مشروع إنشاء 60 مسكنا دائما في المخيم الذي تشرف عليه المؤسسة بمديرية الوادي بناء مدرسة ومسجد ومشروع مياه متكامل. وتحتضن مأرب أكثر من 2 مليون نازح فروا من مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يتوزعون على 10 المخيمات التي تفتقر لأبسط الخدمات الأساسية. إذن للمزيد سينضم إلينا من محافظة مأرب مراسلنا هناك علي الجرادي. علي، مرحبا بك. علي، ما الجديد اليوم في الوضع الميداني؟ نعم، في الجبهات الجنوبية من المحافظة، تحديدا في مديرية خريب، هذه المديرية التي تعود للواجهة بعد هدوء ربما استمر خلال فترة الهدنة منذ إبريل العام الماضي، لكن اليوم تعود حريب المديرية نتيجة الهجمات المكثفة التي تنفذها ميليشيا الحوثي على مواقع قوات سبأ ووحدات العمالقة هناك. وفقا للمعلومات العسكرية بأن أرسال عسكرية وصلت إلى المديرية قادمة من محافظة شبوة، هذه الأرسال ربما كانت قد انسحبت خلال الفترات الماضية، ووفقا للمعلومات بأنها تركت قوات محور سبأ في تلك المواقع المحيطة بمديرية حريب، ولكن بعد أن حصلت هجمة واسعة من قبل الحوثيين وتمكنوا من خلالها على السيطرة على جبال بوارة والسلسلة الجبلية الواقعة شمال المديرية في محيط سلسلة جبال ملعاء، هذه السلاسل الجبلية التي تقع على مقربة من مركز مديرية حريب تم السيطرة عليها من قبل الحوثيين، وبالتالي اليوم هناك محاولات من قبل قوات العمالقة ووحداتها وحدات محور سبأ في محاولة منها لاستعادة هذه المواقع، ولكن أيضا المعلومات تؤكد بأن لا تزال ميليشيا الحوثي تسيطر على السلسلة الجبلية سلسلة جبال بوارة والمواقع المحيطة بها، أيضا تمتد هذه السيطرة إلى الجهة الشمالية من المديرية في منطقة ملعاء. هناك حالة من التأهب لخوض معركة، لكن المعلومات تقول أيضا بأن العمالقة حتى اللحظة يعملوا على يدفعون بتعزيزات كبيرة إلى المديرية. هناك قسم مدفعي متبادل من الجانبين خلال الأيام الماضية، سقط قتلى وجرحى أيضا من الطرفين من ميليشيا الحوثي ومن القوات الحكومية. هناك أيضا تعزيزات تصل من مديرية البيضاء ومن المديريات التابعة لمحافظة البيضاء، تعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي. المعلومات أيضا تفيد بأن الميليشيا تحاول السيطرة على مديرية حريب باعتبارها أقرب نقطة للوصول إلى حقول النفط التي من خلالها السيطرة وما تبقى من محافظة مأرب. أيضا بالسيطرة على مديرية حريب ستكون محافظة شبوة على مقربة من الانتقال الحوثيين من المناطق الشمالية المحاذية لهذه المحافظة، وبالتالي ستقطع خطوط الإمداد الواصلة من شبوة إلى مأرب، وبهذا تنتقل الميليشيا من جديد إلى المناطق الجنوبية. هذا ما يخص التصعيد العسكري في جنوب مأرب. نعم، وضحت الصورة. أشكرك مراسلنا علي الجرادي.
ناشد النازحون في مخيم السائلة غربي محافظة تعز السلطات والمنظمات الإنسانية التدخل لتقديم مساعدات إغاثية وإيوائية لتخفيف معاناتهم المستمرة منذ 8 سنوات. يقول النازحون الذين شردتهم الحرب من مناطق سكنهم في حضران إنهم يعيشون أوضاعا إنسانية ومعيشية قاسية وسط مساكن وخيام مهترئة. وأشاروا إلى أن معاناتهم تتفاقم مع هطول الأمطار وتقلبات الطقس، إضافة إلى افتقارهم للمياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، معبرين عن استنكارهم لاستمرار تجاهل السلطات والمنظمات الإنسانية لمعاناتهم. نازحين من حضران، ما عندناش فلوس خلينا بيوتنا ونزحنا. عقينا لو انا لابوت اللحوق كردوا نحن دحين نعمل نحن عشاش، احنا بحاره صعيبه معذبين، لا عندنا دقيق ولا عندنا روز ولا عندنا سكر لا اي معونات يعني لدينا في هذه المنطقه. سجلنا عده مرات نسجل بالمنظمات ولا يستجيبون نحن ولا يستدعون نحن نهائيا، يعني فعليا اسر تعبانه واسر منتهكه. احنا نازحين احنا 8 سنين نازحين بهذه السائلة ولا معانا حاجة، احنا قهالنا بين المطار فوق التراب، ما الناس يفرقوا إغاثة يفرقوا ترابي. شنت ميليشيا الحوثي بمحافظة إب حملة اختطافات طالت عشرات الشباب بتهمة المشاركة في حملة هتافات مناهضة للجماعة أثناء تشييع جثمان الناشط حمدي عبد الرزاق الذي قتل في سجن حوثي الأحد الماضي بعد أيام من اختطافه. مصادر محلية قالت إن الميليشيا شنت حملة اختطافات بعدد من الأحياء في المدينة القديمة بمديرية المشنة في محافظة إب عقب تشييع جثمان الشاب المعروف بالمكحل إلى مثواه الأخير بمدينة إب. أشارت إلى أن ميليشيا الحوثي نشرت العشرات من الدوريات على مداخل المدينة القديمة وخطفت العشرات من شبابها ونقلتهم إلى سجونها في مقر الأمن السياسي وآخرين في مقر أمن المحافظة الخاضع لسيطرتها. وكانت مراسم تشييع الناشط المكحل شهدت ترديد هتافات منددة بالميليشيا، كما مزق شباب المدينة القديمة شعارات للحوثيين. وبالعودة إلى آخر المستجدات في تعز، معنا الآن مراسلتنا من هناك مها علي. مرحبا بك مها. مها، ما الجديد اليوم في المحافظة؟ نعم أمل، على المستوى العسكري الجبهات الجهادية منذ 3 أيام منذ أن أعلن قوات الجيش الوطني بأنها أحبطت محاولتي تسلل لميليشيا الحوثي شرق وغرب المدينة. بحسب محور التعز العسكري قال بأنه كبد هذا الميليشيا خسائر في العتاد وكذلك خسائر على المستوى البشري، هناك 3 قتلى و5 جرحى بحسب ما أعلن المركز الإعلامي. وكذلك في الأيام السابقة جهد المواجهات أو جبهات مدينة تعز مواجهات متقطعة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي. هناك استعداد حقيقة أمل من قبل قوات محور التعز العسكري لخوض أي مواجهات عسكرية في حال فشل خيار السلام. محافظ تعز كان قد أجرى قبل أيام اجتماع مع محور التعز العسكري وكذلك القيادة الأمنية والعسكرية ناقش عن إثرها الاستعداد القتالي والجاهزية القتالية لقوات محور تعز في حال فشل جهود السلام، خاصة وأن الميليشيا الحوثي تصعد من هجماتها باتجاه مدينة تعز منذ ثيران البناء وحتى اليوم. حالة القمص باتجاه المدنيين مستمرة، الانتهاكات تقتنيها الميليشيا الحوثي متزامنة مع صمت حكومي وغياب أي آليات للرقابة والمحاسبة. على المستوى المدني أمل بخيام أو نازحو مخيم أو لنقل نازحو منطقة السائلة لأنه ليس مخيم العالمي غرب مدينة تعز، نافذوا عبر قناة بلقيس الجهات المعنية المنظمات الدولية السلطة المحلية بإيقادهم والالتفات إليهم. يعني 8 سنوات أكثر من 90 أسرة تعيش في تلك المنطقة، ومستغرب أمل نحن نزلنا إلى هناك لتغطية تقرير ميداني لاستعداداتهم حول شهر رمضان وكيف يبدو الوضع الإنساني والمعيشي هناك، استغربنا حقيقة وتفاجأنا بأن تكون حال تلك الأسر بتلك الصورة المأساوية. لا توجد لديهم خيام يحتمون بإطارات السيارات، يستخدمون أقمشة ممزقة تقيهم من الأمطار وتقيهم
من الشمس. وبالمناسبة هم وضعوا في مكان قريب من سائلة الضباب، وهي سائلة في حال حصول أمطار غزيرة وسيول قد تقوم بجرفهم إلى أماكن بعيدة، وبالتالي فقدان وخسران لحياتهم مستغرب جدا. هناك الناس يستغربون من صمت المجتمع وصمت كذلك السلطات المحلية. فقط أشير أمل إلى أن هذه المنطقة تقع بالقرب من منطقة أو نقطة الحنجر، بمعنى هي قريبة جدا من مركز المدينة، ليست في أطراف المدينة أو في أطراف المحافظة أو في الريف، هي قريبة من مركز المدينة وقلب المدينة. ومع ذلك الوضع المعيشي هناك والإنساني مزري حقيقة، لا توجد هناك أي مستلزمات للضوء، الناس يفتقرون حتى لألواح بسيطة للطاقة الشمسية، أماكن الصرف الصحي لا توجد هنا لخدمات الرعاية الصحية، يستقبلون إلى التفاتا من قبل المنظمات الغربية والإنسانية. هناك مفارقة عجيبة أمل في أن يحشد العالم كل موارده المالية باتجاه ما يقول بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم، وما زال النازحون بتلك الصورة المأساوية يفتقرون إلى خيام، يفتقرون إلى الخدمات الكثيرة جدا. استغربت حقيقة أمل، ولا توجد لي واحدة من أسر ضوء وكاتل لإشعالها في المساء، يعتمدون على بطاريات وأدوات بسيطة جدا لقضاء حياتهم. هناك مرضى، هناك عاجزون، هناك مسنون، هناك أطفال، وهناك كارثة بيئية وصحية تهددهم بسبب غياب مرافق الصرف الصحي وغياب أي إفادة من قبل المنظمات الإنسانية. يستعدون يستعدون فقط أخيرا إلى شهر رمضان بدون أي شيء، يعني الخيام فارغة خالية، فقط لا توجد سوى صور وأشكال متعددة من المعاناة. الناس هناك يتحدثون بأنهم يعني لا يتذوقون أو لا يفطرون سوى على كوب من الماء وقليل من حبة التمر وما تيسر من الغذاء الذي تجد به بعض الأسر. هناك وضعهم مزري، وهم ناشدون على قناة القيس أن يكون هناك التفات من قبل المنظمات في إصلاحهم ومعالجة أوضاعهم. نعم، شكرا جزيلا لك مها علي مراسلتنا في تعز. شيع آلاف المواطنين في مدينة إب جثمان الناشط حمدي عبد الرزاق الذي قتل الأحد الماضي داخل أحد سجون ميليشيا الحوثي بعد أيام من اختطافه احتجاجا على انتقادات وجهها للجماعة. وردد المشيعون في شوارع المدينة هتافات عدة منددة بجريمة القتل، كما هتفوا بشعارات مناهضة لميليشيا الحوثي. ولجأت الميليشيا لإطلاق الرصاص بكثافة في محاولة لتفريق المشيعين وتنهيهم عن ترديد الهتافات المناوئة للجماعة. لأننا حر، أنا ما حر. يكفي أن تقول لا لكي يقتلوك، ويكفي أن تقول لا لكي تصبح بطلا خالدا. المكحل حكاية ثائر يمني قادم من وسط الناس ومن صميم معاناتهم، رجل رفض الظلم والاضطهاد وقاوم استبداد ميليشيا الحوثي الجاثمة على صدورهم، الرجل الذي خير قاتله بين أن يحتفظ لنفسه بحريته أو يموت شهيدا. أقسم بعظمته بكلامه، لواجهكم وجه لوجه اقول لكم اقتلوني، ما انا اهرب منكم، لان انا شابع حياه، انا دارب الذي عايش اليمنيين، دارب الجوع، دارب المجال الذي ياكله بالقمار. لا تحتاج الى اكثر من الشجاعه والصدق لكي تصبح بطلا شعبيا. وهكذا كان حمدي عبد الرزاق الملقب بالمكحل، رجلا عرف ثمن ان ينتصر لنفسه ويدافع عن حقوق الناس، فاختار أن يدفع الثمن بكل كبرياء، فجعلته الناس عنواناً للكرامة، وأصبحت جنازته ثورة على ميليشيا الانقلاب. الكل يهتف ضد الحوثيين واستبدادهم. من قال إن الشعوب تجبل على الاستبداد وإنه من السهل إجبار الناس على منطق العبودية؟ إن الذين يتوهمون القوة والأحقية في الحكم والسلطة هم أكثر الناس تخلفاً وأقلهم حضوراً في سفر التاريخ، لأن القدر المحتم والمصير الأخير هو الحرية التي فطر الناس عليها والتي هي أساس الخلق ومعنى الحياة، وذلك ما جعل الناس تقدر هذا الإنسان البسيط الذي قال لا في لحظة سكوت مطبقة، والذي قال لا
في لحظة خوف جاثمة، والذي قال لا فأصبح أيقونة شعبية وغدا وجهه لوحة لبطل يمني جديد، بطل قتل ليعيش. نبقى في إب، حيث أقدمت ميليشيا الحوثي على قتل المواطن أو مواطن أمام أسرته في مديرية المخادر بالمحافظة الخاضعة لسيطرة الجماعة. مصادر محلية قالت إن حملة حوثية شنتها الميليشيا على قرية وادي الغراب بمديرية المخادر بهدف القبض على مواطن بحجة أنه مطلوب أمنيا. وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا حاصرت منزل المواطن خالد الضيعة قبل اقتحامه وأقدمت على قتله بطريقة مروعة أمام زوجته وأطفاله. وبحسب الأهالي فإن الميليشيا قامت بسحل جثة المواطن عقب قتله في الوقت الذي تمارس فيه انتهاكات وجرائم يومية وعمليات نهب وسطو على ممتلكات المواطنين بمختلف المديريات. قتل 4 أشخاص بينهم مهاجران من الجنسية الأثيوبية في أطراف صحراء الربع الخالي برصاص المهربين إثر خلاف أثناء عملية تهريب 200 شخص باتجاه الحدود السعودية. نقلت وسائل إعلام محلية أن اشتباكات دارت بين 2 من المهربين في منطقة أبو جنب في الرويك الصحراوية بين محافظتي مأرب والجوف الحدوديتين مع السعودية عقب خلاف على حمولات المهاجرين. وأوضحت أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل مهاجر واثنين من المهربين، فيما أصيب 6 آخرون من الطرفين، مشيرة إلى أن المهاجرين دفنوا القتلى في مكان الحادثة ليكملوا طريقهم. توفي 3 من مرافقي قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة الشبوة جراء حادث مروري في مأرب. مصدر محلي قال إن 3 من مرافقي قائد قوات الأمن الخاصة بشبوة العقيد مهيم البوبكاري توفوا إثر حادث مروري في منطقة صافر بمحافظة مأرب، فيما أصيب 4 بجراح خطيرة نقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج. وتتمركز قوات الأمن الخاصة بشبوة في المناطق المحاذية لمأرب منذ أغسطس الماضي عقب سيطرة قوات الانتقال على المحافظة. قتل مسلح وأصيب آخر جراء اشتباكات اندلعت بين مسلحين قبليين في مدينة سيئون بمحافظة مأرب. مصدر محلي قال إن الاشتباكات دارت بين مسلحين من قبيلتين تنحدران من محافظة مأرب على خلفية ثأر قبلي بينهما، مشيرا إلى أن المواجهات داخل المدينة أسفرت عن سقوط قتيل وجريح من الطرفين. وأشار إلى أن قوات الجيش قامت بمحاصرة المجموعتين وألقت القبض عليهما وسلمتهما للأمن العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. يشهد منفذ الوديعة البري الرابط بين اليمن والسعودية تكدسا لمئات الحافلات والمركبات والتي كانت في طريقها لأداء مناسك العمرة. مصدر محلي قال لقناة بلقيس أن منفذ الوديعة الواقع في حضرموت يعاني منذ أيام من تكدس للحافلات والمركبات المتجهة للسعودية بسبب تأخر الإجراءات في المنفذ السعودي دون تدخل الجانب اليمني لحل الإشكالية. وأشار المصدر إلى أن الكثير من النساء والأطفال عالقون في الجانب اليمني والذي يفتقر للخدمات الضرورية، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة. ويعد منفذ الوديعة الواقع في حضرموت الشريان البري الوحيد لليمنيين إلى المملكة منذ 8 سنوات جراء إغلاق المنافذ الأخرى لوقوعها في مناطق الصراع المسلح. إذن للمزيد سينضم إلينا من محافظة حضرموت مراسلنا هناك حداد مسيعد. حداد مرحبا بك، و حدثنا اليوم عن آخر المستجدات في المحافظة وأيضا ما جرى في مدينة سيئون من اشتباكات بين مسلحين قبليين يعود أصلهم لمحافظة مأرب. نعم شادي، دعني أبدأ من منفذ الوديعة البري
خلال اليومين الماضيين وحتى هذه اللحظة هناك ازدحام شديد للمسافرين وأيضا المعتمرين الذين بقوا لأيام بسبب عدم الجانب السعودي. هناك ساعات طويلة أو أيام كثيرة يقضيها المسافرين والمعتمرون ومئات الحافلات والمركبات قدرت اتخاذ الإجراءات الدخول إلى المملكة العربية السعودية، لكن لم يكن هناك أي تنسيق من قبل الجانب اليمني للتخفيف من هذا الازدحام، وخاصة أنهم يعني في منطقة لا تنعدم فيها كل الحياة وكل الخدمات، وخاصة أنه يتواجد فيها أطفال ونساء وشيوخ، وضع يعني مأساوي ووضع إنساني صعب جدا، خاصة أنهم في صحراء العبر، وهذه الصحراء التي في فصل الصيف يعني أشعة الشمس تكون يعني بدرجة كثيرة جدا. تواصلت مع الكثير من المسائلين ما تشرحوا لي الوضع يعني إنساني صعب جدا، خاصة أنهم لهم أيام في مكان ما بين المنفذ اليمني وما بين المنفذ السعودي الذي تنعدم فيه كل مقومات الحياة، وخاصة أن هناك نساء وأطفال وشيوخ كما ذكرت. بالنسبة للاشتباكات التي دارت يوم أمس في مدينة سيون هي بين قبيلتين تنحدر من محافظة مارب نتيجة ثار جبلي بينهما، وحسب المخابر التي وصلت إلينا هناك قتيل وجريح من الطرفين، لكن قوات الأمن حاصرت المجموعة توم وإفادوهم إلى السجن لاتخاذ الإجراءات القانونية حول هذه القضية. نعم. إذا وضحت الصورة، أشكرك مراسلنا حداد مسيعد. شهدت الخيمة الرمضانية لبيع احتياجات شهر رمضان المبارك إقبالا من المواطنين في محافظة لحج للاستفادة من التخفيضات في أسعار المواد الغذائية. أشار المواطنون إلى أن المعرض قدم أسعارا منخفضة مقارنة بالأسواق التجارية الأخرى، مطالبين السلطات بضرورة تفعيل المراقبة على الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. آلاف الأسر في محافظة لحج تتحضر لاستقبال شهر رمضان هنا في الخيمة الرمضانية بمدينة صبر جنوبي المحافظة، حيث يقتني المواطنون متطلبات الشهر الكريم منها كونها مكانا أنسب في أسعار السلع مقارنة بما تشهده الأسواق خارج المعرض الرمضاني هذه المنظم من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية. والله حاجة هنا رخيصة والتسعير رخيصة، والكيس دقيق بالسوق يبيعوه ب 17.5، يبيعوه ب 15 الله يحفظهم، والدب السليط يبيعوه ب 7.5، انا ب 6000 تزداد على 7.5 1005. توجه المواطنين للشراء من مؤسسة حكومية كان قد لقي ترحيبا واسعا في اوساط الاهالي باعتبارها خطوة اعادت للمواطن جزءا من الشعور بحضور الدولة ولو لفترة مؤقتة، ومع ذلك يطمح الأهالي إلى مزيد من تفعيل مؤسسات الدولة لا سيما في الجانب الرقابي على الأسواق ووضع حد للغلاء المعيشي. يعني وجود الغلاء، بحيث أنه وجود غلاء هناك في هذا الأوضاع الرديئة، ويجب أن الدولة أن تتعاون مع المواطن بشكل يليق بالمواطن. تسعيرة ممتازة مقارنة مع السوق بسعر المواد، وإن شاء الله تعالى يعني نكون في خدمة المواطن لما للمصلحة العامة إن شاء الله تعالى. العمل على خدمة المواطن والمصلحة العامة هدف تعتزم المؤسسة الاقتصادية المضية به بحسب القائمين عليها، وهو إجراء يرى مراقبون أنه لابد من تكريسه على مدار العام دون حصره في المناسبات فحسب، وذلك من أجل كسر الاحتكار وإيجاد شيء من التوازن الاقتصادي في البلاد. سامح عبد الوهاب، قناة بلقيس، لحج. ومعنا من لحج مراسلنا هناك سامح عبد الوهاب، مرحبا بك سامح. سامح، إذن إلى أي مدى استفاد المواطنين من مثل هذه التسهيلات التي قامت بها السلطة المحلية؟ إلى أي حد حلت إشكاليات المواطنين مع ارتفاع الأسعار؟ بالطبع حضور مؤسسة تابعة للدولة وإقبال المواطنين عليها كان هذا شيئا من الأمل طبعا بالنسبة للمواطنين. على الصعيد المادي هناك بعض طبعا التسعيرات الطفيفة أو بعض يعني هناك يعني تخفيضات في بعض المواد
مسألة يعني مدى يعني استفادة المواطنين من هذه التسعيرات يكاد أن يكون مثلا بشكل نسبي فيما يتعلق طبعا بطبعا متطلبات رمضان، لكن هناك يعني أشياء كثيرة ما يزال المواطنين بحاجة لها يعني الكثير من الاحتياجات الأخرى، يعني الكثير من الأسر تحتاجها طبعا ولا تتوفر أحيانا في المؤسسة، وذلك لأن المؤسسة خصصت أو كانت قائمة على بعض السلع طبعا المخصصة لرمضان، لكن هناك أشياء كثيرة مثلا الجودة في بعض المواد في السلع خصوصا في الحبوب وغيرها، هناك أحيانا تفتقر المؤسسة لحضور بعض السلع ذات الجودة العالية لكي فعلا يكون الاستفادة. هل سامح، هل هنالك انتظام للرواتب للموظفين في المحافظة؟ هل هنالك دور للأجهزة الرقابية على الأسعار في المحافظة؟ هل هذه من ضمن الحلول التي تنفذها السلطات في المحافظة لمساعدة الناس؟ بالطبع المواطنين بقدر يعني ما فعله أو ما كانوا سعداء بحضور المؤسسة الاقتصادية وإعادة يعني حضورها ولو حتى في المناسبات، كانوا أيضا بحاجة أو بانتظار إلى حضور الأشياء المهمة والأساسية، وهو حضور الدولة في جوانب مراقبة الأسواق وكذلك في الجوانب الأخرى المتعلقة بالخدمات والأشياء الأخرى. طبعا هنالك في الحقيقة لا نستطيع أن ننكر دور يعني مكتب الصناعة في المحافظة، كان قد طبعا ضبط خلال الأيام الماضية بعض طبعا المحطات التجارية التي تقوم طبعا بالمتاجرة بطبعا أسعار الغاز المنزلي، وضبط العديد طبعا من تلك المحطات، لكن على صعيد مثلا الأسعار في جوانب السلع الغذائية في الأسواق هناك نوع من عدم الرقابة أو من الضعف في الرقابة على تلك الأسواق. هذه نعم. طبعا ضمن الأشكاليات التي لا تزال قائمة، ويطالب الناس بحضور الدولة. شكرا جزيلا لك سامح. سامح عبد الوهاب مراسلنا في لحج، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا نكمل هذه النشرة، وهذا التذكير بالعناوين. فرنسا تشدد على ضرورة وقف الحوثيين التصعيد العسكري بمأرب والانخراط في المفاوضات الأممية. مركز دراسات أمريكي يقول إن الاتفاق الإيراني السعودي لن يمثل حلا للحرب في اليمن. ميليشيا الحوثي في إب تختطف عشرات الشباب بتهمة ترديد هتافات مناهضة أثناء تشييع جثمان المكحل. اليونيسف تحذر من مخاطر إصابة ملايين الأطفال في اليمن بسوء التغذية وتدعو إلى تحرك عاجل لإنقاذهم. انتهت النشرة، نلقاكم على خير. إلى اللقاء.